صحي وفجأة قال لك لازم نعامل كندا بالمثل. قال لك لا، كندا لازم تعاملها بالمثل. قصدك ايه؟ قال لك زي ما المصريين بياخدوا فيزا عشان يروحوا كندا وكندا بتتعنت عشان تديها لهم، احنا هنخلي الكنديين ياخدوا فيزا من السفارة. يا ابني يا حبيبي، انت ما بتخشش بباسبورك غير بلاد الواقواق. انت كل الدنيا، انت اول ما تكون مصري كل الانوار الحمراء بتنور وبتعمل، يعني انت وضعك بائس جدا. اشمعنى كندا؟ حاملين الباسبور الكندي كانوا بياخدوا تاشيره من المطار زي اغلب الدول الاوروبيه ودول كتيره في اسيا وامريكا، دول كتيره جدا. انت بس تعالى مصر وهنختم لك في المطار. قال لك لا، احنا قررنا نعامل كندا بالمثل، راس براس، اللي هو ايوه هتجيب صحابك وتقعدوا انتوا كلكم تشكروا مع بعض. المهم يا عم انت اهبل، العالم اكتر من 170 دوله ما بيدخلوش المصريين الا بتاشيره، بيطلع عينك وعين اللي خلفوك، امريكا واوروبا واستراليا واغلب الدول. قال لك لا، هي كندا. الموضوع ده بقاله اسبوع بس انا ايه حاسس ان طول الوقت في مربع ناقص، في مربع واقع مننا. والله اجتهدنا وربنا بيجازي المجتهدين، فطلع ان في حد مهم اترفض انه ياخد التاشيره من كندا، معاه باسبور دبلوماسي يخرق الحيط، معاه باسبور دبلوماسي من الفئه الاولى الاكسترا، فقررنا نعاقب كندا بسياسه ينعي ولده ويصلح ساعات. لان طبعا الشعب الكندي مين اللي هيتعاقب؟ مين اللي هيتعاقب؟ دلوقتي التاشيره عاملينها ب 125 ولا 150 دولار. كندا مين اللي هيجي لك 12 ساعه عشان يدفع هو وعياله 600 دولار ولا بتاع عشان يجي مصر؟ يعني ولا في الشعب الكندي هيتعاقب اصلا؟ يعني هيقول لك بلاها. اي مواطن كندي عشان يجي مصر فيركب طياره اقل حاجه 8-9 ساعات واكتر، وممكن يوم يقضي يوم عشان لو في ترانزيت عشان يدخلوها بسلام امنين. وهيروح السفارة ازاي وهي بعيدة عنه؟ كندا دي يعني قارة. وايه اللي هيخليه يروح مصر ويدفع تأشيرة ب 150 ولا 160 دولار وهو عنده اغلب دول العالم الاول مفتوحة بدون تأشيرة؟ قال لك لا، احنا لازم نعامل كندا بالمثل. فقرر يعاقب مين؟ المصريين اللي في كندا. وخرج واحد من اغرب القرارات في التاريخ. قال لك المصري اللي معاه جنسيه كنديه هياخد فيزا. تاخد فيزا؟ قال له عيب. قال له هتاخد فيزا. قال له حضرتك انا راجل كبير وكده وناس كبار احنا في كندا. قال لك هتاخد فيزا. ازاي؟ قال لك كده. بص حضرتك بقى. ازاي يا ابني كده؟ قال له من غير ما تفكر هتاخد فيزا. كله هياخد فيزا. طيب. تبدأ حكومة تطبيق إجراءات جديدة بشأن تأشيرات دخول المواطنين الكنديين اعتبارا من 1 أكتوبر، سيتم بموجبها وقف إصدار تأشيرات اضطرارية بكافة منافذ الدخول المصرية للمواطنين الكنديين، وسيكون على حاملي جوازات السفر الكندية الحصول على تأشيرة مسبقة. يأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق المعاملة بالمثل. يا كذاب يا أشر، يا كذاب يا أشر. طب ما تعامل أمريكا بالمثل، وتعامل أسبانيا بالمثل، وبريطانيا العظمى بالمثل، وجزر الكاريبي يا راجل هو انت في حد بيدخلك؟ في البانيا والسودان. طيب، ياتي هذا الاجراء في اطار تطبيق مبدا المعامله بالمثل على ضوء انتهاج الحكومه الكنديه للاجراءات فيما يتعلق. بص حضرتك بقى، ده من هنا بدا الفار يلعب في عبي، ده فار خطير جدا. قال لك فيما يتعلق بمنع التاشيرات للمواطنين المصريين تعد مسيئه لكرامه الدوله المصريه. هذه الجملة لا تصاغ إلا من ضابط متخلف. بص عندك، بص جملة لا ليها دعوة بالعربي ولا ليها، بص دي ده نتيجة القفا اللي خده، ومن هنا بدأنا البحث. قال لك إيه؟ بص اقرا الخبر كده، حتى لو أنت صايد تالتة ابتدائي، حتى لو صايد تالتة ابتدائي والله هتعرف إنه غلط. يأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على ضوء انتهاج الحكومة الكندية لإجراءات فيما يتعلق بمنع التأشيرات للمواطنين المصريين تعد مسيئة لكرامة الدولة المصرية. اللي جملة تركيبتها ساقط أولى ابتدائي، أولى ابتدائي، فتعرف أنه على طول إيه؟ شاطر. فيما يتعلق بالمواطنين الكنديين من أصل مصري، يتم ما أعرفش إيه، يتم منح تأشيرة اضطرارية مدفوعة الثمن للرعاية المصريين المتجنسين بالجنسية الكندية من المنافذ المصرية. تأشيرة اضطرارية مدفوعة الثمن اللي هي 150 ولا 160 دولار. يا أولادي
يا ولادي البتاع اللي هو قرار غير قانوني وغير دستوري، بعيدا انه بزراميتي، غير قانوني وغير دستوري. مساحة كندا اكتر، انا الذاكرة ما خدنيش، يعني 9 مليون، 10 مليون كيلومتر، 10 اضعاف مصر، قارة. ده فيها قارة بتتكلم فرنساوي وقارة بتتكلم انجليزي. وعشان الواحد يروح مقر السفارة او القنصلية، واصلا اي حد في كندا او حتة في العالم سيبهم كده، عارف ان السفارة المصرية لا بترد ولا بتعمل، مصريين يعني اجماع حضرتك، احنا السفارات المصرية دي لاذلال العبيد في الخارج، يعني احنا لا نكتفي باذلال العبيد في الداخل، لا انت مش واجب انسان مصري، احنا هنذل انفاسك في الخارج. حكيت لك انا قصة مسؤول كبير في السفارة اوروبية، فكان واحد بياخد الجنسية وزعلان قوي، فالسفارة الاوروبية دي بتصر على انه يتنازل على الجنسية، فقعد يبكي. مصري حساس كده، حساس بزيادة، والحساسين بزيادة دول بيتعبوا كل الناس اللي حواليهم. المهم معلش، فالراجل كان بيبكي انه مضطر يتنازل على الجواز المصري وبتاع، وموظف السفارة مسؤول كبير يضحك يقول له تصدق ربنا يوعدني يا اخي، نفسي والله العظيم لو تجيب لي الجنسيه دي لقطعهولك دلوقتي. فانت السفاره المصريه دي شيء حقير جدا للاسف، اسوأ عنوان لمصر، لا تستثنى منها سفاره. انت عارف السفارات دي بزراميط، زي ما الخارجيه بزراميط، ولاد 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 ولاد، يفضلوا العيال يتعينوا ولاد، زي ما كل حاجه بتتورث في مصر، وابعديات بقى، ابعديات بقى، وبيمشيهم المسؤول العسكري اللي هو مسؤول الامن في السفاره، اللي بيبقى مبعوث من المخابرات، اللي هو بيتبول على الجميع ويتبول على الناس وعلى اللي شغالين وعلى السفير نفسه، وحاجه زباله يعني، اللي هي سمه الدول العسكريه. فمخليين الناس تاخد مواعيد على الفيسبوك عشان يشوفوا ارائهم السياسيه على صفحاتهم. انا بقول لك هو بيعمل حاجتين، اولا بينتقم للمسؤول الكبير جدا اللي رفضت كندا تديله تاشيره. على فكرة في مسؤولين كتير وكتبوا، يعني انجلترا رفضت تدي تأشيرة لمسؤولين كتير في الحكومة المصرية. العالم كله، سيبك من التواطؤ، التواطؤ ده حاجة، والحقيقة اللي عارفها قاسي وداني ان دي مجموعة عصابات، انت عصابة بتحكم مصر، رجالة وستات، عصابة. والموضوع فوق ان احنا بقى نرد على الإهانة اللي حصلت للمسؤول ابن الناس المهمين اللي كندا رفضت تديله تأشيرة، اتجنن فقال لك انا راضي كندا، وفي الوقت نعاقب المصريين اللي في كندا، نقلبهم في فلوس. الناس دي كانت بتخش عيالها لما تتولد اللي في كندا، يعني سر ما ياخدوش الجنسية، عيال معهم الباسبور الكندي يفضلوا يخشوا ويروحوا، ليه؟ عشان سن التجنيد. فاحنا عملنا قانون دلوقتي انه احنا نقدر نعفيك من التجنيد، بس ادفع 5000 يورو او 5000 دولار، ايهما اقرب، صح؟ فالناس دي ما كانتش بتدفع تجنيد ولا مهتمة بالتجنيد، فاحنا كده زنقناهم في الكورنر عشان يضطروا يدفعوا ال 5000 دولار. فايه؟ ينعي ولده ويصلح ساعات. انتقمنا لكرامة المسؤول ابن الناس المهمين، وفي نفس الوقت نقلب المصريين في تمن التأشيرات، وتمن كله دلوقتي هيبقى مجبر، اللي بقى اللي الاقدار كتبت عليه انه يحن للدولة الام، يحن لحضن الام، يحن لحضن اي حضن، ما مصر كلها احضان، فيحن لاي حضن. فانت هتقع بقى في الليل تدفع التأشيرة، وبعدين تخش حاول بقى تطلع جوازك المصري عشان تخش تحت مقصلة التجنيد، وعيالك عندك عيالين ثلاثة كانوا مزوغين مننا، هاتهم يا كتكوت. فالناس اللي في كندا في صدمة كبيرة جدا، دي مواطنة مصرية في كندا بتسأل على اللي بيحصل معاهم. حقيقة هي مش محتاجة تعليق. تعقيبا على قرار الحكومة المصرية بأن الكنديين اللي حاملين الباسبور الكندي افكتيف يوم 3 سبتمبر مش من حقهم ان هم يطلعوا فيزا في المطار،
للناس اللي مش عارفين، الطبيعي كان ان الناس كانت بتوصل مطار القاهرة لو هم معاهم باسبور كندي يطلعوا فيزا قيمتها 25 دولار امريكي وبيخشوا البلد عادي. الفيزا دي بتبقى سارية لمدة شهر، فطبعا ده كان تعامل سهل جدا، انك بتوصل المطار تطلع الفيزا بتتلزق على الباسبور وبتخش البلد بكل سلاسة. من يوم 3 سبتمبر للأسف القرار ده اتلغى. عندك حلين، لأما تطلع فيزا اونلاين، لأما تروح السفارة المصرية في كندا. احنا عندنا سفارة مصرية في أوتوا وعندنا قنصلية في مونتريال. الناس اللي بتتعامل مع الجهات الرسمية دي عارفين كويس قوي ان السفارة لا بترد على التليفون ولا بترد على الايميلات ولا بيتواصلوا عن طريق صفحتهم على الفيسبوك بكل سلاسة، وما عندهمش ويب سايت، والحاجة الوحيدة اللي ليهم متاحة هي صفحة الفيسبوك. وحقيقي صعب جدا انك تتواصل، والتعاملات بتاخد وقت طويل جدا وبتاخد وقت طويل جدا، ومش من السهل انك تتواصل مع حد. فطبعا دوت عبء جامد جدا على اي حد مسافر لو هو كندي الجنسية، لو قرر ان هو يتعامل مع السفارة. وللأسف الموقع بتاع الفيزا الالكترونية مش دايما سالك يعني، ولازم تبقى عاملها قبلها بفترة. بالإضافة ان الفيزا تقريبا هيغلوها، انا مش واثقة من المعلومة، بس انا سمعت ان الفيزا هتغلى من 25 دولار ل 125 دولار. تاني حاجة بقى، المصريين اللي عندهم ولادهم اتولدوا هنا هم مش حاملين أي حاجة تثبت إن هم مصريين، وما طلعوش أي أوراق، والأوراق دي صعب جدا تطلع جوه كندا عن طريق السفارة، اللي ما بتردش على التليفون واللي ما بتردش على الإيميلات. فأي حد مصري ولاده معاهمش ورق مصري هيضطر يجو ثرو ذيس بروسيس. بدل ما يدفع 25 دولار في المطار، هو مضطر لأما يتعامل مع موقع ما بيحملش، لأما يتعامل مع السفارة ما بتردش على التليفون. فانا بصراحه مش عارفه اصحاب القرار ده، الناس بقى اللي اخدين الموضوع على اعصابهم قوي بيقولوا وايه يعني التعامل بالمثل. لا، هو التعامل مش بالمثل، لان مفيش حد في ما هيروح مصر يعمل لجوء، وما ينفعش يبقى التعامل بالمثل في بلد محتاجه عمله صعبه وما عندهاش دولار متوفر. وما ينفعش التعامل يبقى بالمثل في بلد ما بتردش على التليفون وما عندهاش هيئات وموظفين بيحترموا المواطن. ما ينفعش يبقى التعامل بالمثل. والله انت عسل، البنت قالت لكم الخلاصه. والله والله قالت لكم، قالت لك يا عم اولا ما حدش هيجي يعمل لجوء في مصر، ثانيا انت بلد مفلسه محتاجه كل دولار، فما تقوليش تعامل بالمثل لانك في ارض اي سائح، خصوصا ان السائح ده احنا بنقعد نطلع عليه عقدنا، ولو نوع في ميل فاحنا بنتحرش بيه الاولاد والضباط والعساكر ولفيف من الشعب. يعني السائح ده بيبقى كله فوائد حضرتك، ننصب عليه وبنمنعه من التصوير، فيعني هو جاي لتجربه شيقه جدا في مصر، شيقه مش اي حاجه يعني، عرضت لك تجارب كده. فقالت لهم انتوا كدابين، ناهيك على السبب الرئيسي اللي قاله بقى العبد لله اللي قلت لك بالاساس، ان كل الدول القرار ده لو مصر قررت انها فجاه بقت دوله عظمى وهي قادرة على قسما بالله بلادي دولة عظمى لولا العساكر، وكانت كده، ولا العساكر ما استلموش مصر دولة عظمى، ولا العساكر ما استلموناش دولة عظمى. لسه بكلم حد اقول له امبارح كان اليونانيين بكل حب واحترام كانوا بيشتغلوا عندنا جرسونات في اسكندرية وفي كل حتة. العالم بيحتفل بدكاترة الدكاترة بتاعته، وجبت لك الاخبار قبل كده ان هم اتخرجوا من مصر مدينين انجلترا. حقيقة الجنيه المصري اغلى من الجنيه الذهب، العسكر استلموا البلد وهي دولة عظمى خلوها في الحضيض. فمصر مثلا ما بقتش دولة عظمى وقررت القرار ده للجميع، القرار ده هو السببين اللي بقول لك عليه. طب انت ما بتقولش ليه اسم المسؤول؟ قلت لك مش كل الحقيقة تقال لأسباب تعرفها بعدين. بعدين مين اكتر ناس اتضايقوا وحس انه خدوا على قفاهم؟ أو مؤيدين العرض اللي في كندا. تعرف كندا فيها أشقاء لينا وأهلنا، يعني أهلنا عجبنا ولا مش عجبنا أهلنا، في كندا عندنا أشقاء كتير مسيحيين عاملين لجوء ديني. تعرف أشقائنا المسيحيين أسهل حاجة يطلع يقولك لجوء ديني، ودي أكتر حاجة بتمشي وبتاكل بر، يعني دي وسيلة إنه يطلعوا بيه الحاجة. طبعا ما يعني اكتر من 90% من الحالات دي غير حقيقيه، لكن هي وسيله بتكسب بره وربنا يمشيها معاهم مفيش مشكله. فاشقائنا اللي في كندا
المسيحيين، كنيسة بتحشدهم زي امريكا كده عشان يأيدوا السيسي كده، وبرضو في ناس قليلة كمان غيرهم بيصدقوا الهبل اللي بيتقال دول. فالناس دي في صدمة كبيرة، وفي واحدة مؤيدة للسيسي في كندا بتسأل اسئلة مهمة قلت اشرك حضراتكم فيها. بخبر عبقري قررت فجأة نشاط سياسي انك هتطلع قرار ان المصريين والمعاملة بالمثل، معاملة ايه بالمثل ومعاملة مين بالمثل؟ معاملة ايه ومعاملة مين؟ يا سفارة ما عندكيش ويب سايت، انتوا ما عندكمش ويب سايت، يعني المفروض ان انتوا تركزكم وشغلكم الشاغل تعملوا ويب سايت، ده احنا عندنا صفحات ويب سايت، انتوا ما عندكمش ويب سايت يا سفارة، يا اللي ما حدش بيرد علينا فيها، يا اللي كلنا اتقرصنا قرصة او قرصتين من الحوارات بتاع السفارة والقنصلية والكلام ده. ايه يا جماعة؟ لانه الناس بتحترم الناس، عقول الناس، ظروف الناس، لان الناس حضرتك بيقعدوا السنة كلها يحوشوا عشان يدفعوا التذكرة. طبعا انتوا ما تفهموش الكلام ده لان انتوا مش عايشينه، انتوا في مكاتبكم وعايشين في حتة ثانية. الناس في كندا بتقعد السنة كلها تحوش عشان تدفع التذكرة، وممكن تدفعها بالتقسيط كمان. انا مسافرة انا وبنتي شهر 4 اللي فات دفع 4,000 دولار، وما كانش سيزن حتى، 4,000 دولار تذكرة سفر بس لمصر 11-12 ساعة، والناس اللي بتاخد ترانزيت بتقعد 20 ساعة. نازلة ليه؟ نازلة ليه اللي بتقفلولنا اصلا النزول؟ نازلة ليه؟ كلام منطقي حقيقي بتقولهم، بس جملة فظيعة لهم، ده انتوا ما عندكوش ويب سايت. تخيل حضرتك، تخيل حضرتك، انت متخيل حضرتك السفارة المصرية في كندا داش ويب سايت؟ تقول لك على مين؟ التذكرة غالية جدا، ده على المصري. شوف انت بقى، يعني لازم تكون بتتقطع من جوه على البلد عشان تنزل مصر، عشان تبقى مصري في كندا، الموضوع مكلف جدا، طيارات قليلة جدا، يعني الرحلات فعلا مخيفة مخيفة والله. انا يعني عايز، الرحلة غالية جدا، تاخد وقت طويل جدا. فانت لو مش ربنا منعم عليك من وسع وهتعرف تحجز فيرست، ما انت هتتنفخ حقيقة. رحلة يعني لما تاخد دايركت 12 ساعة راكب في طيارة 12 ساعة في ايكونومي، كارثة. وب 2000 ده هي وبنتها مكلفة 4000، تقول له مين؟ وبعدين معاملة مين مثل؟ هي عايزة تشكر والله، وهي شكرت ضمنيا، قالت لك انتوا ازاي تعملوا كده معانا؟ واحنا كنا لسه بنعمل دعاية للكنديين يزوروا مصر، فأسقط في يدي حقيقة. على ايه؟ برج الجزيرة؟ شفته. نازلة اعمل ايه؟ فلما تعاند بتعاند مين؟ يعني انت المفروض تشجع الناس اللي زينا اللي هما بيطلع عينيهم طول السنة، وتسهلوا لنا التذاكر بدل ما تبقى ب 4000 دولار تخلوها لنا بمبالغ معقولة، لأن احنا الضرايب مموتانا. فالمفروض الناس دي انت شغلتك انك تسهل الدنيا، توفر لي، تفكر الناس دي، طب ما نعمل لهم مثلا قنصليه ولا سفاره قريبه منهم بدل ما يسوقوا من تورونتو 6 ساعات. طب ما هو مثلا حرام، ما هي الناس دي مثلا نطلع لهم الباسبور بدل ما يطلع في 3-4 شهور، نفكر ازاي نطلعه لهم في شهر. يعني هو ده الشغل، انت وظيفتك هو ده شغلتك، ده شغلتك. لكن معامله بالمثل تاني، بتعامل مين بالمثل؟ الكندي اللي هو ممكن ياخد 12 او 20 ساعه عشان يوصل لمصر، ده انت المفروض تتحايل على الكندي، ده انت المفروض تعمل رحلات وتنشط السياحه. ده احنا يلي قاعدين في كندا قاعدين عمالين بنتكلم على السياحه ومصر وشهر تراث مصري وبنطلع ونتكرم وعاملين حاجات تشرف مصر، بندخل ناس لمصر، نتكلم على واحات سيوه والعلاج، ونكلم دكاتره ونكلم بتاع، عشان الكلام ده كله عشان ندخل ايه؟ عشان ايه؟ ده احنا بنقول لهم يا جماعه انزلوا تعالجوا في مصر واعملوا في مصر، دي لو ان دي مش شغلتي، دي شغلتي بس عشان بحب مصر. ومن الحب ما قتل. عشان بعيد عن اي حاجه لاحظت، يعني شوف انت مع مجرمين، فكرش بره ده لما سيبك من جمل النصب ورعايه المصريين في الخارج وحاسس على مصالحهم، انت عارف اوساخ لو لقوك جنيه ما هيعدموك والله العظيم، لا يمصوه لو جنيه ما هيسيبك تمصه. المصري بره ده يتمص لحد الاخر، كل اللي بيحصل قاعد يتنطط عشان يلم الفلوس بعد ما جاب اللي جوه على تحت البلاطه، حتى البلاطه ما بقتش نافعه تحت البلاط، اللي كان معاه 1,000,000 جنيه ساعة ما حصل الانقلاب ما بقاش معاه ما يساوي 50,000 جنيه دلوقتي.
ما عملش اي حاجه، ما عملش اي حاجه، ما عملش اي حاجه. انا ما كلمتكش على اللي شارك في حفر الحفره واشترى سندات في الحفره، لا ده هو التعويم الاولاني في الثاني في الثالث في الرابع. هو في ثالث ورابع؟ عيب بقى، عيب بقى، ده لسه هيبقى بالسالب. غير ان انا نسيت اقول لك القصه دي اتعملت في كندا بعد ايام قليله من حمله كانوا عاملينها عشان الكنديين يزوروا مصر، اللي هو بقول لك غضب ابن الناس المهمين اللي كندا بقى مذهول، بقى انا بتبول على شعب 100 مليون بتبول عليهم انا وابويا وامي واهلي كلهم، بتبول على الشعب ده وانا اتمنع اخش كندا كده. بيعاقب كندا الغبي ابو 50%. الوزيره كانت لسه مخرجه بيان بتشكر المصريين في كندا فشكرناهم بطريقتنا. ابناء الجاليه المصريه في كندا يحتفلون بشهر التراث والحضاره المصريه تحت شعار اكتشف مصر. اكتشف يا ابن الهجرة تشيد بفعاليات الهيئة الكندية للتراث المصري. أبناء الجالية المصرية في كندا يحتفلون بشهر التراث. السفيرة سوها جندي: الجاليات المصرية في دول العالم تقوم بدور كبير في الترويج للدولة وإنجازاتها الممتدة من حضارة عظيمة. ماشي؟ لسه فقررنا نكافئهم. ما احنا مش ممكن يعادل بي عادل بي والله هدوك كده عشان امسك لسان، احيانا الواحد بيندفع. ف يعني مش ممكن كده فنقوم مكافئهم، يقول لك الاربعه ب 600 وبعدين هندخل عيالكم عشان تضطروا بقى تاخدوا ال 5000، بقى تدفع ال 5000 تاخد براءه ذمه من الخدمه الوطنيه. يا اولاد فمؤيد السيسي بتسال سؤال منطقي، ليه بتبوظوا انجازات السيسي بالقرارات دي؟ ليه؟ ليه؟ واعتقد كلنا متفقين معاه، يعني ما ينفعش الانجازات نهيل عليها بعض التراب كده. درى تعب الراجل اللي قاعد عمال يعمل كباري وطالع عينه وطالع يعني شايل جبل، فلما يجيب ناس الناس دي المفروض تسهل عليه على الاقل الحاجات الثانيه، مش تقطع الدنيا وتعمل حضرتك انا ادفع. احنا ما بنقولش ما بندفعش وما بنقولش ما ناخدش فيز، ما فيش مشكله ناخد فيز ناخدها في المطار وكله داخل لبلدي واهلي، انا ما عنديش مشكله. لكن انا عندي مشكله في التوقيت، الناس اللي حاجزه، ولو حضرتك قلت انا فلتت والحمد لله وابني معاه باسبور ولا بنتي معاه باسبور حضرتك، ما هو العقليه الناس اللي بتفكر بالطريقه دي توقع منها حاجات تانية، ولو انت المره دي ما اتلسعتش هتتلسع المره الجايه، فخليكوا كده واقفين وقفه صلبه. واحد بتقول لك الند بالند، ايه اللي بالند؟ ند مع مين بالند؟ الناس دي انتوا تتحايلوا عليهم وتعملوا لهم رحلات، لانهم اصلا مش هينزلوا بسهوله. كم كندي بينزل؟ كم كندي من اصل كندي بينزل؟ اللي بينزل احنا وبندفع قد كده. فهنا بقى تحاول تمسك نفسك الحقيقه، حقيقه محتاج تمسك، او لو في جنبك اتنين صحابك، لو زوجتك ربنا يبارك لك فيها صحتها كويسه تحاول تمسكك، يعني اي حد يمسكك كده، ما تسيبش نفسك تتعامل مع المواضيع دي وانت كده بتاع، فتلاقي بقى عملت كده وبتاع والفاظ وحاجه، لا عشان تبقى فاهم. زي مصريين يدفعوا فيزا وليه يعملوا فيهم كده؟ تاني بس عشان تبقى فاهم، في مصريين في كندا ولادهم بقوا في سن التجنيد فما بيطلعوش الباسبور المصري، يتاخروا وهم فين وهم داخلين مصر، طلعش الباسبور المصري اذا كان عنده يعني، ويطلع الكندي اللي هو هتدفع غصب عنك ال 5000 دولار، اللي هو نعاقب كندا. هذا كذب بواح، محدش فيها هيطلع، مفيش بني ادم كندا هيعاقب هذا القرار. المواطن الكندي اللي كان عنده هاتف كده بيجي له وهو نايم بالليل يقول له مصر، فيصحى كده ويعمله مصر يا مايكل، يصحى كده مستحيل يعني. بس اللي كان عنده الهاتف ده 5 ثواني بس الهاتف ده ينتهي، مراته وجدته والعيال اللي بتعدي في الشارع يقولوا مش قلنا لك ده، لا يمكن، خلاص انتهى المواطن التاني. اول ما يقرا كلمه لازم يروح السفاره ويدفع 160 دولار للفرد في دوله في عالم اخر بهذا الشكل،
لا يمكن يعمل كده مهما كانت الاغراءات، وانا مش شايف اي اغراءات حقيقه. لا فيش اي اجراءات حقيقه، البلد ما فيش اي اجراءات. انت لا ياتي بك لمصر الا الشديد الاول، فلا يمكن يعمل. فالعقاب للمصريين اللي في كندا والمؤيدين قبل المعارضين، مفيش حد بينجو، فالجنون بيحصل. كندا دي اللي كانت شاهدة على موقعة الوزيرة اللي قالت هدبح المعارضين، فاكرين؟ قالت لهم، وقفت قالت لهم اي حد ضد مصر. اتمنى المصري الكندي اللي كان مؤيد او حاضر اجتماع وزيرة الهجرة السابقة ام الواد المميز واشارت بعلامة النحر وهي بتهدد اي حد يعترض وبيشتكي النهاردة من البلد لانه محتاج فيزا عشان يدخل مصر، يعرف ان تأييد الاستبداد والظلم ضد المختلفين معاه هيلف ويطوله. وبالتوفيق. اللي كنتوا بتسقفوا لها وزيرة الهجرة اللي ابنها محبوس في امريكا عشان قتل 2 كانت كلها يعني علاقة مميزة، فاكرين اكيد اللقطة الحقيرة دي والتي لا تنسى.